احيلي كده في الاول، يعني عايزه اسالك سؤال عام قبل ما اقول لك الرسائل اللي جات لنا. هل من المستحب ان الواحد لما يحلم حلم يحتفظ بيه لنفسه؟ بصي، هو لو وحش يحاول يبصق على ايده الشمال 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من شر ما رايت. ولو حلو يعني ممكن، علشان برضو ايه، ممكن يقولوا لحبايبه، يعني ما مش هقول لها ما تقوليش لمامتك يعني. بالظبط. فلو حد حبيب يا ريت تقوله، مش حبيب يحبذ ما تقولش خالص. حتى لأن لو وحش. لو حلو، لو حلو كمان ما تقولش، عشان كل حاجة عادت بتتحسد الفترة دي. خلاص، يعني لو حلو ما نقولهوش، لو وحش ما نقولهوش. أيوة، الحسد عاد كتير. طيب، سيد أحمد بعت لنا بيقول حلمت أني بصلي في ساحة أمام مسجد. هو بره كده بيصلي في ساحة أمام مسجد، وهو بيصلي لقى ناس حطوا من على شماله بقرة أو جاموسة ميتة. أيوة. وبيصلوا عليها، ولما سجدت دعت لها، فلما وقفت من السجود لقيت الجاموسة قامت ونزل منها مولود. وشكرا، أنا مطلق ومعايا طفلين، بنت وولد، البنت 5 والولد 4 سنين. والله هو في خير هيجيله بعد شر، يعني ممكن هيحدث حالة وفاة، لأن الجاموسة بترمز لحالة وفاة. بعد الشر ده هيجيله في خير بقى، بعد الشر ده في خير، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب، احنا ممكن نفسر بطريقتين، نفسر لو كانت بقرة او كانت لو كانت جاموسة. لو كانت بقرة، هو يعني في حد تاني هيخش حياته وفي خلال سنة وهينور له حياته، ففي حياة جديدة وعلاقة جديدة وممكن يكون زواج آخر يعني. لكن لو كانت جاموسة، إذا في حالة وفاة، حالة وفاة وبعدها بعدها خير. والله تعالى أعلى وأعلى. طبعا احنا عارفين ان ما بعد العسر دايما في يسر، وممكن حاجة حالة وفاة ينتج عنها خير لحد تاني بعد الشر، طبعا على أي حد من حالات الوفاة. في لولو بتقول ان هي بتعمل استخارة وبعد كده بتحلم، يعني كل ما تستخير يطلع لها ابن خالتها في الحلم. أيوة. فهل ده معناه ان هو ده من حدها ونصيبها، يعني زي ما الناس بتقول؟ هي بالبلدي. لا والله، هي خالية بس نفسها تختار الشخص الصح. ما اقدرش اقول لها ان هو ده اللي هتاخده، بس الخال، ابن الخال ده بيبقى فيه خلل في الحياة، يعني انا خالية مش مخطوبة، انا ما بشتغلش كده يعني، فهي خالية من شيء، فمفتقدة الشريك الحياة، لسه ما جاش، ما انش الاوان. لكن مش تعالى معنى كده ان هو ابن خالتها هو اللي هيبقى من نصيبها. طب ليه 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 ابن الخال يبان في منامها او في حلمها؟ اكيد برضو في، يعني للقرايب بيبقى في، يعني لو حد حلم بوالدته ليها معنى، اللي يحلم بخالته ليها معنى، اللي يحلم بحد من قرايبه ومن امه ليها معنى، واللي من الاب. ايه هي رؤيه الاعمام؟ انا بحبها جدا لان هيعم عليك الخير، انما رؤيه الخال بيبقى فيها خلل، يعني انا خاليه من شيء. ده زي اللفظ، يعني اللفظ. خال من خلل. ايوه. أوكي. الجد او الجده بتبقي بتجتهدي على شيء عشان توصلي له. فكل الام والاب بيبقوا خير، ولو كمان كانوا ميتين برضو لما بيجوا بيبقوا خير. الله تعالى اعلى واعلى. صبحي بيسال، انا كمان بحلم ببنت حبيتها كتير وبفكر فيها كتير. هل ده معناه ان هي من نصيبي وانها يعني ممكن تكون من نصيبه؟ ما هو دي مش ولا ده عارفه العقل الباطن؟ أضغاث أحلام. دي حاجات ممكن تكون من العقل الباطن، اصل دي مش رؤيه واحده، بحد بحلم بيه كتير يبقى ممكن بفكر فيه. لكن يديني رؤيه على بعضيها افسرها. بفكر حضراتكم مره تانية، اهو انا بقرا رسائل حضراتكم على طول، بقراها معاكم على الهوا، وطبعا ارقام تليفوناتنا واضحه على الشاشه، كلنا بنحلم وكلنا بنبقى منتظرين تفسير الحلم.